20 تشطر البول، ومن اكتر الحصص التقيله اللي ممكن تشوفها، بس هي سهله وانا هكتب كتير على السطوره عشان تحفظ معايا ولازم تفهم تمام عشان يبقى الحفظ سهل. تعالى نمهد كده بس الكلام. شوف العنوان بتاعي كده عمر، هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف بول. الحصه اللي فاتت يا اولاد كنت قلت لكم ان كلاسيفيكيشن اوف بول ده ايه؟ كنت بقول لك كده كل واحد بيشوف العظم بطريقته. يعني الجماعه بتوع الاناتومي جوه الحصه اللي فاتت يا هايدي قسموا العظم لاربع حاجات، قال لك في حاجه اسمها لونج ايه؟ بول. لا قولوا انتوا بقى، وايه الثاني؟ بلات وايه؟ والريجولر. ارمي ده على جنب ما حدش هيسالك فيه. تعالى الحته الثانيه دي كانت ام سي كيو بس. كنت بقول لك ان في ناس قول بقى بتوع عليهم مثلا بتوع الاطفال هيقسمك العظم لحاجتين برايمري وايه؟ انسى برايمري وسكن. اما تيور وماتيور انسى برضو. انا عايز الاسم الثاني. ووفن ولاميلار. حد عارف الاول اسمه ايه؟ ووفن. والثاني لاميلار. احفظ كلمه ووفن ولاميلار دي لو سمحت. انسى برايمري وسكندري وانسى اما تيور وماتيور، كلهم هيبقوا عارفينه. انا عايز حته ووفن ولاميلار عشان تيجي في الام سي كيو. فانا كده حلو قوي. تعالى بقى يا عم الحاج النهارده للتقسيمه الثالثه اللي اسمها هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن للبول. بتوع الهيستولوجي لما بصوا للعظم قسموه تحت الميكروسكوب لتقسيمتين بس يا ولاد. اول حاجه اسمها كومباكت بول، عظم صلب او عظم مسمط، عظم صلب او عظم مسمط. وحاجه ثانيه اسمها سبونجي بول، ده التقسيمه بتاعتهم كومباكت بول وسبونجي بول. واحدة واحدة يا دكتور. كومباكت وسبونجي. احنا هنقعد طول الحصة في التقسيمة دي. كلمة ورد غلطة، واضح كده من الاسم. دي مين أقوى؟ كومباكت. كلام زي الفل. كومباكت أقوى فعلا يا دكتور. لا ومش أقوى بس، ده حتى التقسيمة بتاعته زي ما هنشوفها حالا تقسيمة منظمة قوي. يعني عامل زي العظم اللي هو إيه اللاميلر اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت، تقسيمته حلوة جدا هنشوفها حالا. انما الاسبونجي ده عظم اسفنجي يا اخي، حتى واضح من الاسم انه اضعف بكتير من الايه؟ من الكومباكت. كلام جميل جدا يا دكتور. طيب السؤال بقى بيجي ايه؟ بيقول لك اتكلم عن الكومباكت بول، ده اللي هنقعد نتكلم فيه معظم الحصه دي. هذا دكتور ايه اللي فيها يعني؟ اقول له بس السايت بتاع الكومباكت بول ده فين؟ وعايز تقول ستراكشر ماشي، او عايز تقول زي ما هو عندك اورجنايزيشن بتاع الكومباكت بول. حلو، ركز معايا بقى. كومباكت بول، هقول لك على معلومه مفاجاه. انا عارف ان انتوا كلكم بتفكروا ان ده موجود في الامبريو وده موجود فينا احنا. الكلام ده مش صحيح. الاثنين موجودين في الانسان فينا دلوقتي. يعني انا جوه جسمي في كومباكت وفي سبونج. كلنا فينا كومباكت وفينا سبونج بول. الكومباكت ده فيه. اقول لك على حاجه حلوه قوي. اقول لك على حاجه. هو قبل ما يقول لك المكان بتاع كومباكت بول لخصه لك في سطر ظريف جدا. قال لك الكومباكت ده لو عايز تدور عليه بما انه اقوى حاجه هتلاقيه موجود بريزنت ان ارياز في الاماكن نيد اللي محتاجه. شوف الكلمه سبورت اند سترينث، الاماكن اللي محتاجه دعم ومحتاجه قوه ومعرضه انها تتكسر اكتر في العظميه ربنا يحط فيها كومباكت بول. ده حاجه جميله قوي يا دكتور. يعني معنى كده ان انا لو عايز ادور على عظم الكومباكت الصلب القوي في عظمايه اشوف اكتر حته ضعيفه ومعرضه انها تتكسر يوم ربنا حاطط لي فيها كومباكت بول تمام عشان ما تتكسرش. طب واحده واحده تخيل معايا لو عظمايه زي اللونج بون وليكن هيومرس كده اكتر حته ممكن تتكسر ايه يا دكتور؟ شفت انا عارف في الاناتو قال لكم نيك والسيرش كان نيك والحاجات دي، خلينا في الواقع. انا خدت خلطه هنا اكيد الحته دي اكتر حته بتتكسر الشافت صح؟ خلاص يبقى اذا الشافت بتاع العظميه اللونج اكيد هيبقى ايه؟ كومباكت. شفت ربنا ما بيسيبكش يشوف لك اكتر حته معرضه للكسر ويحط لك فيها كومباكت بول. خلاص يا عم يبقى الشافت هديهولك كده باللون الاحمر ده كومباكت بول. اشمعنى الشافت؟ عشان ده اللي نيد سبورت اند ستريتس. حلو كده؟ طيب يعني معنى كده من قبل ما اكمل ومن قبل ما ناخد السبونج بول انت كده عرفت مكان السبونج بول فين؟ بقيه النظام. ها اهي ايه دي؟ الاندس بتاعت اللونج بول. اتفقنا كده؟ يبقى اول مكان بص معايا انا دلوقتي بتكلم في الكومباكت بول العظم الصلب. اول عنوان عندي هنا ان انا اقول لك مكانه فين؟ قبل ما اقول لك السايت واحد اتنين هرمي لك سطر كده، السطر ده بيقول لك ايه؟
فين الكومباكت بوف في جسمي؟ قولوا يا اولاد. في الاريا ذات نيد سبورت اند سترينث اس اند اس. الحتت في جسمك اللي محتاجه هدى سبورت وسترينث ربنا يحط فيها كومباكت بول. ورقم واحد عندك العضميه اللونج. يا ترى انهي حته اللي محتاجه سبورت اند سترينث؟ الاندز ولا الشافت؟ لا يا عم الشافت. الشافت سهل قوي يتكسر، عشان كده ربنا يحط لك كومباكت بول في الشافت. يبقى رقم واحد الشافت اوف لونج بون. كلام جميل جدا. طب بالنسبه بقى حضرتك للفلات بون، الفلات بون زي عظمه الجمجمه او السكال، لما ربنا بيحط فيها الكومباكت بون انت بيتهيأ لك ان العظميه بتاعت السكال دي عظميه واحده بس كده عامله زي الايه حاجز كده. الكلام ده مش صحيح. امال ايه عظميه الجمجمه بتاعتنا؟ تعرف الكلام ده حتى في الشرعي عباره عن ثلاث طبقات، طبقه بره وطبقه جوه وفي طبقه في النص، عامل زي صوابعي كده، طبقه بره وطبقه جوه وفي طبقه في النص. لما تيجي تاخد في الشرع في سنه رابعه هتعرف ان لما واحد بيتخبط على دماغه اكتر حاجتين ممكن يتكسروا اللي بره واللي جوه. ازاي يعني؟ يعني الخبطه، طب اللي بره ماشي، هتعدي من اللي بره للي جوه كده على طول؟ اه. بيقول لك بقى ساعتها يقعد يشرح لك بقى الويفز بتعدي ازاي والموجات والكلام ده. المهم لو انا قلت لك ان عظمه السكال بتاعتك ثلاث طبقات، اكتر طبقتين معرضين ان هم يتكسروا الاوتر والانر، يبقى انت ترد عليا تقول لي فين الكومباكت بون؟ اكيد في الاوتر والانر. طب واللي في النص؟ عشان السبونج بيعدي فيها. تمام كده، هرسمها لك اهو. ادي طبقه اوتر وادي طبقه انر بالاحمر اهي، دول هما الايه الكومباكت بون، واللي في النص دي سبونج، ده عظمية السكال. يبقى اكتب لك تاني مكان للكومباكت هو الاوتر اند الانر، بيقولوا عليهم تيبل، عاملين زي الترابيزه، اوتر اند انر تيبل اوف فلات بون. كلام جميل جدا يا دكتور. يبقى انا قلت لك مكان الكومباكت في اللونج بون وفي الفلات بون، ادي ادي الانر اهي وادي الاوتر اهي. يبقى اللي بالاحمر عندك في الرسمه ده الكومباكت، واللي بالازرق ده الايه؟ ها؟ اسبونج. حلو كده يا اولاد؟ تعالوا الحته دي تاني عشان لسه جاي. عايز بص يا ريس، دلوقتي احنا عنواننا كماله عنوان الحصه اللي فاتت اسمه كلاسيفيكيشن او عظم. المره اللي فاتت قلت لك طريقتين للكلاسيفيكيشن، كل واحد بيبص بطريقته. اناتومي قال لك لونج وشورت وفلات، مالناش دعوه يا عم. الهيستولوجي قال لك لا، نعمل هنا تحت الميكروسكوب كده نشوف حاجه. تحت الميكروسكوب عظمنا حاجتين يا جماعه، عظم كومباكت وعظم ايه؟ سبونجي. اوعى تفتكر ان ده في الادلت وده في الجنين، لا لا لا، الاثنين فيك. الاثنين فينا. بس واضح من الاسم ان ده اقوى، صح؟ انا عايزك تقول لي في حاجتين، مكانه فين في جسمي؟ الكومباكت. تاني حاجه تقول لي تركيبه ايه؟ سيب تركيبه، خلينا في المكان. ايه الموضوع ده يا جماعه؟ ده اللي انا قلته في اول حصه، مش ده اقوى؟ صح؟ دور على المكان في جسمك اللي هيتعرض للكسر اللي محتاج قوه وحط فيه الكومباكت جوه. وهو دي جمله لك حالك بالازرق. بريزنت يعني ايه؟ اريا ذات نيد ايه؟ سبورت اند سترينث. تمام كده؟ اللي هي فين برضه يا دكتور؟ انا عندي عضميه لونج اهي. فين الاريا ذات نيد سبورت اند سترينث؟ الشافت. يبقى الشافت اوف لونج بون ده كومباكت بون. تمام؟ طب عندي عضميه فلات، قلت لك العظمه الفلات هتبقى عامله زي المذكره دي كده. طبقه بره اسمها اوتر تيبل اهي. دي طبقه اوتر تيبل ودي انر تيبل. في النص عظمه برضه، تمام؟ بس العظمه اللي في النص ده ما تقلقش عليه. سبونج، اي كلام. انا يهمني اللي فوق واللي تحت، اللي فوق الاوتر والانر تيبل بقول عليهم ايه؟ كومباكت بون. بص كده على المكانين واحفظهم معايا. فين يا اولاد الاماكن بتاعت الكومباكت بون؟ عايز اسمع. اول مكان في الشافت اوف لونج بون، وتاني مكان والانر تيبل اوف. افرض جالك سؤال كده بين السطور، مش بين السطور ولا حاجه. وقال لك جيف ريزون. اشمعنى يعني الشافت اوف لونج بون؟ ليه مش الان؟ ترد عليه بالسطر اللي فوق. اه عشان يا فندم الشافت ده هو اللي نيد سبورت اند سترينث. فهمتني؟ طب ركز بقى معايا في اللي جاي. هو مش انت بتقول لي ان هي موجوده في الشافت اوف لونج بون؟ صح؟ انا بقى عايز اقول لك تركيب العظم ده ايه؟ بص الرسمه اللي هعملها لك كويس قوي. الرسمه دي اهم حاجه في الحصه. هاخد عظميه لونج وانقلها عندك هنا في السبوره وارسمها لك بس كبيره شويه بالمنظر ده كده كده. شايف عضمايه كبيره قد ايه؟ كل ده عضمايه. حلوه قوي قوي يا دكتور. طيب
وبعدين هقول لك بقول لك ايه احنا هنشتغل فوق. بص سيب النص الفوقاني ده انا مش عايزه، اقوم جاي على النص الفوقاني ده وقطعه ومش عايزه. حلو قوي. ده النص التحتاني من اللونج بول معايا لحد دلوقتي. طيب اهو عامل كده، وطبعا زي ما حضرتك عارف ان في النص حاجه اسمها بون مارو. ايه بون مارو؟ كات. ايه بقى بالمنظر ده؟ تمام بون مارو كات. بص للرسمه دي، ده احنا لسه في بدايه الكلام عشان في حاجات كتير قوي تترسم هنا. لازم تبقى فاهم الرسمه دي جت ازاي. دي من الاخر قطعت في يمرس، قطعت نصات واني رميته وابص عليه. عايز بعرف الكومباكت بوك الرسمه دي فين؟ هنا؟ لا يمكن هنا مثلا. امال فين؟ يا فندم دي الاند، واحنا اتفقنا ان الاند دي بعيده عني. مكان الكومباكت بون في اللونج بون فين؟ في الشافت. طب انا لما اقول لك قول لي تركيب الكومباكت بون، كاني بقول لك بطريقه ثانيه هدى قول لي تركيب الشافت. كاني بقول لك، وده اللي هكمله بقى بيت الحصه، قول لي عشان اوصل. شوف الحته دي من السهم ده لحد هنا، هنا ده اللي هو فيه البون مارو كافيتي. مش ده البون مارو كافيتي؟ عشان اوصل من هنا لهنا هعدي على ايه؟ هو ده ترجمه كلمه اوجرانزيشن. ولا تاني لسه ما شرحتش حاجه، ده لسه في الاولى خالص. بدايه الكلام بعرفك على الرسمه، والرسمه جايه من السايت. انا بقول هنا يا خلود ان السايت موجود في الشفت وفي لونج بون، صح؟ خد لي شفت لو سمحت، خد لي سيكشن كده اهو، تمام؟ وهات العظمايه دي انقلها لي هنا. قول لي الشفت ده بيتكون منين؟ مش ده كومباكت؟ امال ده يا ولاد؟ سبونجي. الاندس دي سبونجي معايا يا محمد؟ والشفت هو اللي كومباكت. انا بقى بقول لك قول لي تركيب الشفت، يعني عشان نوصل من السهم ده لحد البون مارو كافيتي، الحته دي هعدي على ايه؟ شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ اقول لك على حاجه، عشان توصل يا عمر من السهم لحد العلامه اللي جوه دي هتعدي على ست طبقات. وانا ازعم ومتاكد ان في طبقتين من السته انت عارفهم كويس قوي. انا داخل وماشي وماشي، اول حاجه هلمسها في العظميه ايه؟ في اوستيم يا دكتور. يبقى واحد من السته هو في اوستيم. في اوستيم من بين الفاسكولار كونكتيف تيشو كفر ذا اوتر سيرفيس اوف بون. يبقى ده اول طبقه. طيب وايه الطبقه الثانيه؟ اخوه اللي جوه خالص اللي قاعد هنا اسمه ايه؟ اندوستيم. ايه ده يا دكتور؟ طبقتين كده من الست طبقات خلصوا كده بقى؟ يا حبيبي لانك انت عرفته. تمام؟ يبقى بص انا هكتب ايه؟ الست طبقات دول يا فندم. الطبقه رقم واحد هي عباره عن، هقول لك ان الاوتر سيرفيس اوف بون، تمام؟ كفر باي كفر دبي يا ولاد فيري اوستيم، ودي الطبقه رقم واحد. كلام جميل. واجي على سهم كمان واقول لك انه الانر لاير، او عايز تقول انر سيف، عايز تقول البون مارو كافيتي اللي هو اللي جوه خالص. البون مارو كافيتي از كفرد. الكفر دي وحشه قوي. امال اقول ايه؟ لايند. صح، ده انت قلت الكلام ده يا دكتور الحصه اللي فاتت. از لايند باي اخو ده بقى مين؟ اندوس. كده انت لحد دلوقتي 2 من 6. يا سلام، ثلاث طبقتين كده دكتور خلصوا هوا. حلو قوي. يبقى انا عرفت ان ما هو بين هنا وهنا عندي حاجتين. اول حاجه هنا بريوستيوم، واخر حاجه ايه يا اولاد؟ اندوستيوم. كده بقى كام طبقه؟ اربعه. حلو قوي. الاربعه دول اللي هم بالبلدي ما بين البريوستيوم والاندوستيوم، الحته دي فيها اربع طبقات. انا عايز اسهلها عليك، انا عايز اسهلها عليك، عشان كده هقول لك اسامي الاربع طبقات الاول، اساميهم واكتبهم بالاسود كده. اول طبقه في الاربعه، واسامي الطبقه دي ايه؟ اوتر سير كونفرنشال، اوتر سير كونفرنشال لير. وبعد كده بدام في سير كونفرنشال يعني محزن او حزام، يبقى كده دكتور الطبقه اللي اسمها اوتر سير كونفرنشال دي اكيد هتبقى حزام حوالين العظمايه. ازاي؟ لسه بشوف انا، بس اشوف معاك بس من الكلام، انا عمال اكتب وانت عمال ورايا.
وما دام في اوتر هيبقى فيه ايه؟ يبقى اذا الطب بس خلي بالك شوف الانر فين؟ انر سيركمفرنشال ليه؟ انا لسه بتعرف معاك يا عم على الاسامي بس، احنا لسه ما شرحناش حاجه كده. اتنين يا دكتور، لسه اتنين كمان. طبقه اسمها هافيرجيان سيستم. تمام. وبعد كده اخر طبقه يعني كملت عدد كده في الاخر اسمها انترستيشيال. انترستيشيال طبقه بينيه. انترستيشيال ليه؟ كده الست اسامي قدامك لسه مش عارفش فيهم حاجه. اللهم الا اول سطرين. العظمه يا عم الحاج الشفت الكومباكت بون كفرد من بره ببيريوستيوم ولايند من جوه بيه، وما بين البيري والاندو يوجد اربع طبقات بالاسود. تعال نقول الاسامي الاول عشان اسهل عليك. اوتر سيركمفرنشال حزام خارجي وفي حزام داخلي وفي بينهم سيستم اسمه هافيرجن. الراجل يساوي اسمه ايه؟ وكمالت عدد اسمها انفرستيشن. طب وانت كده يعني يا دكتور سهلت عليا؟ لسه صعبه. لا لا لسه صعبه يا دكتور، مش عرفني. اقول لك بقى على مفاجاه حلوه قوي، والحته دي انت هتستنتجها وانا هشرحها بس هتكتبها معايا في الكتاب دي موجوده. عارف الاربعه اللي بالاسود دول اللي ما بين البيريوستيوم والاندوستيوم؟ نفس التركيب. يعني ايه يا فندم نفس التركيب؟ مش فاهم يعني. نفس المكونات كلهم. الاربع طبقات اللي بالاسود دول بيتكونوا من خليه اسمها اوستيو سايت. ركز معايا سيبك من الكلام دلوقتي. ومعاها الكالسيوم، ومعاها الكالسيوم، ومعاها الكولاج. كم سي دول؟ ثلاثة. بحب انا دايما اسميهم كل سنة اسميهم الثلاثة سي. كل طبق من الاربعة دول يا توعد يتكونوا من الثلاثة سي. يعني لو قلت لك ايه تركيب الاوتر سيركمفرنشال خلي اوستيوسايت كالسيوم كولاج، ايه تركيب الهافيرجن سيستم اوستيوسايت وكالسيوم كولاج. طب وما هم نفس التركيب امال يا عم وجع دماغنا ليه واربع طبقات؟ عشان ترتيبهم مختلف. عشان ايه ترتيبهم مختلف؟ استني لسه لما اخلص اللي صورك ايه هتلاقي لسه حاجات كتير. تمام. يعني ايه ترتيبهم مختلف؟ لعبه بسيطه قوي. اسلام عندك مكعبات، المكعبات دي بلاستيك. انا ممكن مكعبات اعمل لك بيها مثلث، اعمل لك بيها دايره، عامل بيها مربع. اشكال هي مختلفه لكن نفس التركيب. صح. ده نفس اللعبه هنا، ده نفس التركيب، ده نفس التركيب، ده نفس التركيب ده، بس اشكالهم مختلفه. طب التركيب الواحد للاربع طبقات هو ايه؟ 3 سي اللي هم اوستيوسايت وكالسيوم وايه وكولاج. كل اللي هيتبقى ان انا اقول لك كل واحد من دول ترتيبه ازاي. فهمنا كده يا اولاد؟ ترتيبه على الرسمه دي. فاهم كده؟ نقول الحته دي تاني. كم طبقه هلاقيهم بيكونوا كم طبقه نورمال بيكونوا الشافت اوف لونج بوني؟ سته. اول طبقه اسمها ايه؟ بيريوستيوم. واخر طبقه خالص جوه ايه؟ اندوستيوم. وما بين البيري والاندو كم طبقه؟ ايه تركيب الاربعه؟ اوستيوسايت سايت مش بلاط سي وايه؟ وكالسيوم وايه؟ وكولاجين. واحده واحده. دي على اول طبقه. اسم اول طبقه يا جماعه اوتر ايه؟ سيركمفرنشال. حزام ترجمته حرفيا كده حزام خارجي. عادي اكيد هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده. هجيب الثلاثة سي بالقلم الاسود اهو وارتبهم. بص هرسم ازاي؟ كده اهو كده 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 اهو بالمنظر ده. الثلاثة سي اوستيوسايت وكالسيوم وكولاجين واقفين كده اهو في شكل حزام. حتى الشخص اللي يقول لي سيء السودا ملخصه دي حزام الاول ولا مش حزام؟ حزام حواليه العظمات. موقع الحزام ده فين يا فندم بالظبط؟ انا مش عايز الرسم، عايز الكلام. موقعه فين؟ اختار اباظ ولا اندر بري اوستي؟ اندر بري اوستي بقى اول كلمه. وبلل اللوك يعني ايه بلل؟ موازي يعني ماشي معاه داير معاه. هما دول الكلمتين اللي هتحفظها. ادي اول طبق يا عم الحاج خلص. يا بالسهوله دي؟ طبعا بالسهوله دي. الطبقة الأولانية هي الأولانية فعلا؟ الثانية. لا أمال إيه؟ الثانية. أمال إيه الأولانية؟ بيروسيا. وخلاص عشان ما تتلخبطش هكتب لك هنا رقم 2 عشان تبقى عارف إن دي رقم 1 صح كده؟ رقم 2 يا دكتور اسمها أوتر سيركمفرنشال
كونفرينشيال ليجر. بالعربي ثلاثة سيم حزمين العظمايه بس. ليجر عبارة عن ايه؟ اقول لك هما الثلاثة سيم اهم كلمة under and parallel to periosteum. ايه السهولة دي؟ سهلة جدا ما فيهاش حاجة، بس تحفظ لي كلمة under and parallel دي. under and parallel ده اول وصفة اول طبقة. وقدامك الرسم، مش مصدقني بص على الرسم. مش ده حزام هنا يا نورهان؟ مش ده حزام حوالين العظمية؟ الحزام ده موقع فين بالظبط؟ تحت البريوستيم يا فندم وموازي له. لو حد شاطر انا هبتدي، معلش ادي اتنين، ده اتنين صح؟ وده تلاته وده اربعه، المفروض ده يبقى كام؟ خمسه. خمسه ده اللي هكتبه هنا اهو عشان الناس كلها تشوف. خمسه انر اللي هو الحزام الداخلي سر كم فرنشيال لير. استنى بقى عليا، هو انا حطيته رقم كام؟ خمسه. امال مين رقم سته الاخراني؟ اندوستيا. امال خلاص بقى عرفت بقى اعمل حاجه. اثنين ثلاثه اربعه. امال فين واحد وسته؟ اهو محمد ده واحد وسته، مش احنا قلنا ده بدايتك وده نهايتك صح؟ اذا كان ده حزام رسمته بالمنظر ده under and parallel to periosteum، يا ترى الحزام الداخلي ارسمه فين؟ ايه ارسمه هنا صح؟ لا دخلت جوه خالص، ما ينفعش. امال ارسمه فين؟ ايوه above، هي دي الكلمه اللي او around above او around the endoscope. هنا اهو ادي الحزام الثاني اهو، هذا بمنتهى السهوله ما فيهاش اي حاجه هنا. يبقى لقينا circumferential تعلم على كلمتين around غير كلمة ايه؟ under around and parallel برضه، بس المرة دي parallel لمين؟ للإندوستيم، أو خليك في الطبقات إندوستيم. كم طبقة خلصوا يا جماعة؟ حد يرد عليا. كم طبقة؟ أربعة من كام؟ ده لعب عيال يا عم، ده لعب عيال والله كلام سهل. طب تعالى بس نجيب من أول organization عشان ما حدش يلوم مني. لما أقول لك organization أو structure of combat table، انت كده تتخيل ان اللي قدامك بيقول لك لو سمحت يا ابني عشان اوصل من بره لحد البومارو كافيتي هعدي على كام طبقه؟ ده سؤال. تقوم فرضت عليك بمنتهى الثقه كام طبقه؟ سته. وتضحك كده وتقول له ده اول واحده واخر واحده انا عارفهم. اول واحده هو ممبرين اوف كونكتيف تيشو كفر الاوتر سيرفيس اوف بون اللي اسمه ايه ده؟ بريوستيم. واخر واحده ممبرين زيه هو اللي بريوستيم اللي بالاحمر ده، واللي بالاحمر اللي زيه ده اخوه الثاني اللي جوه اسمه ايه ده؟ اندوستيم. يبقى دي واحد ودي سته، اتبقى كام؟ اربعه. هنلعب لعبه ظريفه قوي، لعبه مكعبات يا عم الحاج. هنجيب الاربعه دول تركيبهم الثلاثه سي. انا بحب اقولهم كده ثلاثه سي، وحتى كده ممكن مذكره ثلاثه سي. ايه اللي هم الثلاثه سي؟ خليه وفايبر وماتريكس. عشان ما توجعش دماغك، وده كونكتيف تيشو. الفايبر اللي عندك مين؟ كولاجين. والماتريكس مش كام؟ 65% منه كالسيوم صح؟ والخليه الاساسيه بتاعت الماتيور بون كانت مين؟ اوستيوسايت. ولو هتنساهم يا عيب افتكر ايه؟ 3 سي. ادي سي وسي وسي اهو، اوستيوسايت كالسيوم كولاج. هدي بقى الثلاثه دول، الثلاثه سي دول، وتعالى نرتبهم سوا. مره نعمل حزام تحت البيري اوست، ادي طبق. ومره نعمل حزام ثاني حول الاندوس. الحزام اللي تحت البيري اوست اسميه ايه؟ اوتر لانه بره circumference اللي هو حزام اوتر circumference دي. والحزام اللي حول الاندوستيم اسميه ايه؟ inner circumference layer. كده بقى كام طبقه؟ اثنين. اسميهم بقى كده emergency system وايه؟ interstitial. شوف كل لكم خمس دقائق اللي جايين دول كونتين، لان انا هبداهم بعنوان طبقه رقم ثلاثة. وطبعا انت شايف كلمه هام جنبها قد ايه؟ سؤال لوحده يا عم الحاج. emergency سيستم. اكتب عليه سؤال، لان السؤال على بعضه لما يجي يقول لك لو سمحت اتكلم عن الكومباكت بول، سؤال كبير قوي. هتقول له الصايد وتقعد ترص له في ست طبقات، ده كتير قوي. فدايما السؤال كل سنه او سنه دور اول وسنه دور ثاني يجي ازاي شروق؟ هفيرجن سيستم بس. وعلى مقاس سؤال شروق كان ممكن يجيب خمس درجات، حاجه جميله قوي. ركز فيه بقى عشان تشوف. هفيرجن سيستم يا ولاد ببساطه هو الحته دي، الاساس بتاع العظمايه صح؟ اللي هو ما بين الحزام الخارجي والحزام الداخلي، الحته البيضه دي تمام؟ دي بقى الثقه ايه؟ قال لك السيستم
عباره عن اسطوانه. عباره عن ايه؟ اسطوانه مش واحده بقى، كذا اسطوانه. هرسم لك واحده فيهم اهي عامله كده كده ونازله كده اهو نازله كده. ده لها فيجن سيستم، اسطوانه بالمنظر ده كذا واحده بقى، كل الحته دي مليانه اسطوانات. هفيرجن سيستم كده اهي، اسطوانه كمان اهي اهي، اسطوانه جنبها اهي بالشكل ده. كل الحته دي مليانه هفيرجن سيستم. يبقى اول معلومه تعرفها ان الهفيرجن سيستم شكله ايه؟ اسطواني سلندريكال. يبقى بص اول سطر احفظ معايا السؤال ده عشان مهم قوي. الهفيرجن سيستم هو لونج سيلندر، اسطوانه طويله. هو الاسطوانه دي عموديه ولا في نفس اتجاه الشاف؟ في نفس اتجاه. يبقى هقول لك باراليل، اكتب الكلمه دي، تو اللونج اكسس. لونج اكسس يعني اتجاه العمودي اوف شاف او اوف بول. ادي اول سطر اللي هو بين قوسين تعريف الفيجن سيستم. هو اسطوانه طويله في نفس اتجاه العضلات بس كده. اسطوانه هي بتعمل الرسمه. طب سؤال يا دكتور بس لو سمحت، الاسطوانه دي بقى قصتها ايه بالظبط؟ هقول لك ولا حاجه يا عم. الاسطوانه دي جواها في نصها، في نص الاسطوانه دي يا سلمى في قناه. في ايه؟ قناه. هرسمها لك بالاسود. قناه في النص هنا كده. اهي قناه هنا في النص. ادي قناه اهي. هرسم لك واحده كمان هنا اهو. قناه اهي. تمام؟ في نص كل هيفيرجن سيستم في قناه. تمام؟ بص انا هكتب ايه رقم 2؟ ان ذا سنتر اوف هيفيرجن سيستم في قناه. يا ترى سمي القناه اللي بالاسود دي مش لاقيها كمان اسم يا جماعه. ايه رايك نسميها بنفس اسم السيستم؟ يعني انا هسميها هيفيرجن كنال. هفيرجن كنال. يبقى اللي بالاسود دي اسمها هفيرجن كنال. في السطر الثاني هفيرجن كنال، معلش يا دكتور بس اخر كلمه، هفيرجن كنال دي فيها ايه؟ فاضيه يعني؟ لا يا حبيبي ما فيهاش فاضيه ولا حاجه، فيها الثلاثه اللي احنا عارفينهم، بلود فيسل ولمفاتيك او لمف فيسل ونرف واعصاب. وادي السطر الثاني، احفظ معايا قوي. هفيرجن سيستم سيبك بقى من فيري اوستم وانت اوستم، وسيب الكهرباء من الحزام اللي بره واللي جوه. خلينا في الاساس بتاع العضمايه. الاساس بتاع العضمايه شويه اسطوانات كده يا دكتور اسمها هيفيرجن سيستم. هيفيرجن سيستم شكله ايه؟ لونج ايه؟ سايلندر. لونج يا ولاد؟ سايلندر. كمل كلمتك. بارلل تو ذا لونج اكسس اوف بول. عارف تقول السطر تاني؟ لونج ايه؟ سايلندر. ماله؟ بارلل تو ذا لونج اكسس اوف بول. الاسطوانه دي فاضيه ولا في حاجه في نصها؟ في نصها قناه اسمها ايه؟ ايه اللي جوه الهيفيرجن كنال؟ سؤالكم ايه في كتاب الاسم؟ بلاد فيسل ليمفاتيك نير. صعب كده يا ولاد؟ طيب تالت حاجه يا دكتور، يعني انا في عندي هنا كنال اهي بالمنظر ده، قنوات ايه بالاسود اللي هي الهيفيرجن كنال. معلش بقى يا دكتور بس سؤال بقى، خلينا تحت هنا شويه. هو الكافيتي ده اسمه ايه؟ وده البريوستيوم صح؟ ودول اتنين هيفيرجن كنال اهو. في قنوات دي اخر قنوات هقولها. القنوات دي يا خلوب بتوصل بين الهيفيرجن دي والهيفيرجن دي. هتلاقيها بالعرض كده. هرسمها لك بالاحمر اهي. مش كده وبس. ده القناه دي بتوصل ما بين الهيفيرجن وبين البوم مارو كافيتي. وبتوصل ما بين الهيفيرجن وبين الاندوست. من الاخر بتفتح العظم كله على بعضه. القناه الجميله دي في النقطه رقم 3 اسمها فولكمانز كانال. اسمها ايه؟ فولكمانز كانال. يقول لك اتش هافيرجن، كل هافيرجن كانال كونكتد، او الهافيرجن كانالز كونكتد تو اتش اذر باي. شوف الكلمه فولكمانز كنال. بس لا ده فولكمانز كنال اند تو بوم مارو كافيتي اند ايه؟ بيري اوستيوم اللي بره.
يبقى دي النقطه الثالثه. يبقى انا عندي كام قناه هنا؟ كام قناه؟ اثنين. اول واحده اللي في النص اسمها ايه؟ من اسم السيستم يا عم الحاج، افيجن سيستم، افيجن كانال. واللي بالعرض اسمها ايه؟ دي الوحيده اللي بالعرض عندك في الرسم، انما الباقي بارلل تو لونج اكسس اوف بون. صح كده يا ولاد؟ بص الثلاث سطور دول في وصف الهافيرجن سيستم. شكل بقى عمر الهافيرجن سيستم ده اول سطر لونج ايه؟ سايلندر. ماله؟ بارلل تو لونج اكسس اوف بون. بعد كده خطوه دي والخطوه دي انت هتتكلم عن اثنين كانال، اول قناه اهي وثاني قناه اهي. تقول لي في السنتر بتاع الهافيرجن سيستم في قناه اسمها هافيرجن كانال، جواها بلاد فيسل لينفاتيك ونير، والهافيرجن كانالز متصلين مع بعض بقناه ثانيه اسمها بولك مانز كانال. مش بس كده، انا ماسكاهم مع بعض ومع البوم مارو ومع مين؟ بيريوستي. بقت لعبه بسيطه قوي. مش انا جيت قلت لكم قبل ما اشرح ان الاربعه اللي بالاسود دول ليهم نفس التركيب؟ معايا يا دكتور؟ بتقول له ايه؟ معايا. لا استنى، دي على اخر الحصه اقولها له، بس ركز معايا وخلاص، احفظ معايا وسيبك من اللي عندك، تمام؟ هقول لك كل حاجه فيه. بص يا دكتور، خليك معايا. انا وعدتكم في اول الكلام ان الثلاثه دول ليهم نفس التركيب اللي هم ايه؟ ثلاثه سي، اوستيوسايد، كالسيوم، وكولاجين. طب انا لحد دلوقتي في الهافيرجن سيستم جبت سيره الثلاثه سي فين يا دكتور؟ انت عمال تقول لي قناه وقناه ثانيه بالعرض، بس هم الثلاث سطور اللي قدامك ده اختصار. انبوبه في نصها قناه وفي قناه ثانيه بالعرض بتوصل بينهم، بس. اقول لكم مين قال لك كده؟ الثلاثه سي بقى بيعملوا ايه؟ في الرسمه بيترتبوا بشكل دواير او حلقات، اوستيوسايت مع الكالسيوم والكولاجين كده. حوالين ايه؟ حوالين ايه يا دكاتره؟ هافيرجن كانال. يبقى كل هافيرجن كانال متحوطه بطبقات من بمين؟ من الثلاثه سي. ودي المعلومه هنا رقم ثلاثه. حاجات من مختلف. برضه اقول لك اتش هافيرجن كانال از سراوندد باي، عدد الدوائر دي بيقول لك من 4 الى 20 لاير اوف. هتلاقي الكلمه دي مكتوبه عندك في المذكره، هتكتبها فين؟ ايه الثلاثه سي دول؟ ها؟ اوستيوسايت، كالسيوم، كولاجين. طب اقول لك على حاجه، مش ملاحظ ان الاربعه الى 20 طبقه دول طبقات؟ شوف انا قلت ايه؟ طبقه، صح؟ يعني ممكن اقول على ده لاميلي، الثلاثه سي قول عليهم لاميلي. بس انت هتلاقي مكتوب عندك كمان ان الثلاثه سي ممكن يطلق عليهم لاميلر بون. يعني ايه لاميلر بون؟ عظم ايه؟ طبقات. يعني لو قال لك ايه؟ كل هافيرجن كانال متحوطه بلاميلر بون، قول له صح. عايز تفصيلها بقى، كل هافيرجن كانال متحوطه باوستيوسايت وكالسيوم كلها، صح برضه. تمام كده؟ يعني انت ممكن في بدايه الكلام خالص تكتب على دول، 3 سي دول لاميلر بون. تمام كده يا ولاد؟ باقي اخر سطر عشان اخلص الحته دي. هافيرجن سيستم شكله ايه تاني؟ احفظ معايا ده سؤال مهم موت، شكله ايه ده؟ لونج ايه؟ سايلندر. ماله؟ بارلل تو لونج اكسس اوف بول. وبعدين هتجيب سير القناتين في السنتر بتاع كل هافيرجن سيستم فيه ايه؟ هافيرجن كانت ايه اللي جواها؟ بلاد فيسل ولمفاتيك ونير. في قناه ثانيه؟ اه كونكت بين مين؟ بتوين ايه؟ اتش هافيرجن وكونكتد مع بون مارو كابيتي ومع مين؟ اسمها ايه دي؟ بولك مانز كانال. بعد كلامك تقول لي والله يا فندم كل هافيرجن كانال سراوند بأربعة إلى 20 طبقة من اللاميلر بون، بين قوسين كده اوستيوسايت كالسيوم كولاجين. حلو كده؟ حلو قوي. لحد دلوقتي كل فاهم؟ عشان هاخد لك وحدة هافيرجن كده لوحدها، أدي هافيرجن كانال سايلندر أهو جواه الكنال بتاعتنا اللي اسمها هافيرجن كانال، وده الهافيرجن سيستم، وفي قناة أهي ده السطر رقم ثلاثة عاملة كده، وادي اللاميلر بون اهو. شفت الرسمة دي؟ جميلة جدا. ده الهيدروجين سيستم لوحده. انت بقى المفروض ان الجسم كله يا هايدي كل الحتة دي مليانة حاجات من ده كتير.
يعني انت لو بتشوف على النت هتلاقي فعلا الشفت بتاع العضميه كله ايه؟ دوائر دوامات كده. تبقى عارف ان كل دوامه من دول هافيرجن سيستم وتقعد توصفه بقى في الشكوى رائع. قول يا فندم هي عباره عن اسطوانه جواها فيرجن كده. نفس القصه اللي عمال احكيها دي. اخر حاجه خالص واخر سطر يقول لك ايه؟ ثلاثة سي اللي هما ايه؟ كولاجين سايت وكالسيوم وكولاجين. ايوه امسك لي الكولاجين ده بس. شفت انت الدوائر دي؟ احنا قلنا من كام لكام دايره المفروض؟ 24. خليك في ال 20 اخر دايره خالص الاوستيوسايت معاه حبه الكالسيوم والكولاجين. الكولاجين بتاع اخر دايره مع الكولاجين بتاع الدايره اللي جنبه بيعملوا هما اللي بيلزقوا تقريبا في بعض. ولو في دايره هنا بيلزقوا فيها. يعني الدوائر دي ممكن تبقى لازقه مع بعضها باخر طبقه من الكولاجين. فعشان كده اقول لك ايه؟ ان الكولاجين فايبر تمام الراوند الهافيرجيان سيستم بيعمل حاجه اسمها سيمنت سبستانس. عارفين يعني ايه سيمنت سبستانس؟ بيلزقوا حاجه عامله زي الاسمنت كده تمام. يعني الكولاجين بتاع اخر طبقه ده بيلزق مع الكولاجين في الطبقه اللي جنبه مع الكولاجين في الطبقه اللي جنبه. كل هافيرجيان ملزق مع الثاني بالسيمنت سبستانس اللي هو الايه؟ الكولاجين فايبر بتاع كل طبقه. يبقى دي سي من الثلاثه ده الهافيرجيان سيستم. سؤال حلو وانا كاتبه لك كله. انا ممكن اقول لك كلام لكن انا كاتب لك كل خطوه عشان تبقى قدامك يا بدر وتحفظيها. ان السؤال ده مهم جدا وبيكتب انت تبقى عارف المعلومه وعارف السيستم مش عارف تكتب ايه. انا بحاول انظمها لك. في الاول تقول لي شكل السيستم تتكلم عن القناتين وبعدين تقول لي اللاميلر بون او ال20 طبقه وبعد كده ما تنساش الكولاجين فايبر تمام كده. بقى طبقه واحده كملت عدد اسمها ايه؟ حد شاطر يقول لي اوديها فين الانترستيشن في الرسمه دي؟ بصوا معايا هو مش الهافيرجن ده شكله دايره؟ يبقى انت مهما حاولت تلزق الهافيرجن في بعض غصب عنك هيبقى في فراغ هنا اللي هو حاجه زي ده كده. اسيبه فاضي؟ اسيب حته في العظم فاضيه؟ ده ولا حاجه يا عم. هات الثلاثه سي بتوعك اللي انت عامل كده وارميهم. شوف الكلمه ارميهم في الحته دي. فهسمي الطبقه دي اللي هي الطبقه رقم 4 انترستيشيال لير. بتتكون من ايه؟ بص انا اكتب ايه؟ الريجولار بارت او بيس اوف لاميلر بون. يعني ايه الريجولار بيس اوف لاميلر بون؟ يعني هات الثلاثه سي وارميهم في الفراغات دي بس سد خانه. حتى الطبقه اسمها ايه؟ انترستيشيال لير. بص السؤال ده كويس قوي وعلى السبوره ده اللي بقى مهم. مهم جدا جدا جدا. وعندك فكره تصور عايز تصور صور صور يا مش